في الشأن العربي، شركة زراعية إسرائيلية متورطة في تجارة السلاح وإشعال الحروب بجنوب السودان. في السودان الجنوبي يعني. في السودان الجنوبي. هو ده طبعا خبر اقراه لنا بقى. ده معرفات بالحماة بالدروم السودان. ده بيقولوا ان في تورط لاحد الشركات اللي هي المفروض هي شركة زراعية، لكن لقوها ان هي بالاساس صاحبها جنرال اسرائيلي. هو امريكا فرضت عليه عقوبات على الجنرال دوت على شركته ضمن الناس محظورين في امريكا. فتم توجيه الكلام عنه في هذا التقرير، بيقولوا ان اسمه اسرائيل زيفي، وده كان شركته او اللي بيستخذها يعني كاردون لعماله المخابراتيه، هي شركه زراعيه في جنوب السودان بتقوم على بيع الاسلحه للجهات المتخاصمه في السودان. طبعا في السودان الجنوبي يعني. كان في مشاكل كبيره جدا، فهو عمل الشركه دي يعني منظر عشان يبيع فيها اسلحه الحرب للمتخاصمين، وباع بملايين الدولارات في فترة كبيرة جدا أدار فيها الحرب. والتقرير بيقول إن هذه الحرب أضرت بأكثر من 5 مليون بني آدم ما بين قتيل وجريح.